يمكن شويه الحته بتاعت استبعاد سيد. الحقيقه ما اعرفش هي معمول لها انت شايف دي سنه الحياه ووجب التغيير وكل الناس سيد. لازم نعترف ان سيد بيعتبر بيصنف من اميز مديرين الكوره اللي جم بقى بعد الكابتن حسن حمدي، بعد ثابت البطل، كابتن صالح قبل كده، وكابتن صالح قبل كده، كابتن طارق سليم، وكابتن محمد رمضان، ناس طبعا فطاحل طبعًا. محمد رمضان ده كان عقلية، علي عبد الصادق، علي عبد الصادق، كل النجوم دول الحقيقه قدموا حته مدير الكوره واضافوا لمدير الكوره بشكل كبير جدا. انا قلت لك ان اول واحد اضاف لمنصب مدير الكوره فعلا كابتن حسن حمدي. كابتن حسن حمدي طبق الاحتراف قبل ما كابتن جوهر يفكر فيه، وكل حاجه بقى بالخصومات بالمكافئات مش عارف ايه الحاجات دي كلها. لكن انا عاوز اكد يا محمد على حته سيد عبد الحفيظ. انا اولا ده ابني، لان انا اللي مطلعه وهو عنده 11 سنه كان بيلعب معايا فرقه لما جه 13 سنه، لما جه من الفيوم، وهو الحقيقه الفترة اللي اشتغل فيها لا ده حاجة مميز جدا جدا. طب تبرر بايه بزعل سيد وعدم حضوره مثلا حفل النادي الاهلي؟ بأمانة يعني طالما انت فتحت ماشي ماشي. يعني انا هقول لك حاجة، انا برضك كنت نفسي سيد يعني في الدعوة اللي اتبعتت له عشان يجي للحفلة، لا كان يجي وسيد وجوده. بس بصراحة يعني برضو عشان احنا بنقول تبرر بايه، انا عندي معلومة ان الكابتن سيد كان في ابو ظبي وكان بيعمل حلقة لقناة ابو ظبي الرياضية. طيب ماشي، يعني يبقى في عذر. في عذر لو في عذر يبقى مفيش مشكلة خالص. لكن انا وانا قلت حاجة كمان يا كابتن، ان السيد عبد الحفيظ صعب مهمة اي مدير كرة يجي وراه بالانجازات اللي حصلت في الحقبة الزمنية طبعًا. اللي كان موجود فيها سيد على راس وخصوصا يا محمد اخر موسم انت محقق ارقام ما حصلتش في تاريخ النادي الاهلي. الارقام اللي انت حققتها مع كولر الحقيقه وفي الموسم دوت ومع سيد عبد الحفيظ ومع النجوم اللي كانت موجوده ما اتحققتش قبل كده في تاريخ النادي الاهلي. طيب. يعني عشان كده بنقول موسم استثنائي وموسم ما حصلش الحقيقه، وعشان كده كان في حفل استثنائي لتكريم هزيمه. طبعا طبعا.